حلقتنا النهارده هنعمل فيها كفته باللحم المخصوص المفروم بتاع بوميت، بس حاجه كده من اللي بتشد الاطفال ان هي تروح على الاكل، بما ان الاطفال كتير قوي في بنلاقي صعوبه او يعني بالصعب قوي احنا نقعد ناكلهم خصوصا اللحم. النهارده هنعمل لهم طريقه كده للكفته بشكل جديد، اسمها عين الكتكوت، حاجه كده يعني ايه الطفل هيبص لها هياكل لوحده. الموضوع حلو، واللحم المفرومه بتاعت الانجوس ما بتاخدش سوا كتير، فبتساعدنا ان احنا نعمل بيها تشكيلات وحركات كتير كده. وتعالوا نشوف يعني ايه عين الكتكوت وهنعملها ازاي. عندي اول حاجه نص كيلو لحمه مفرومه من بوم ميت، من اللحم المفروم المخصوص. بعد كده عندي 8 بيض مسلوق، بصله مبشوره، نص كوبايه من البقسماط، معلقتين كبار من النشا، بيضه، ملح، فلفل اسود، والطبقه الخارجيه عايز بقسماط ودقيق وبيض ورشه ملح ورشه فلفل اسود. ودي كده المكونات بتاعتي. وعندي طاسه زيت على النار. هنعمل عين الكتكوت ازاي؟ عندي اللحمه المفرومه، هتكون فكه كده نكون مش مجمدينها يعني. بعد كده هجيب بصله مبشوره واخد التفل، بس مش عايز الميه بتاعتها، فهعصر التفل قوي عشان ما تفكش مني. خلطه كده من خلطات الكفته السريعه، ممكن رشه جوز الطيب او كابه صيني عليها، او معلقه من بهارات اللحمه اللي احنا عملناها قبل كده في حلقه ثانيه. عندي النشا، بقسماط نص كوبايه، والبقسماط هنا معاكوا لحد كوبايه يعني، لو انت عايزه اقتصاد يعني وتزودي مفيش مشكله، عايزه تزودي فول صويا لو بتستخدميها برده مفيش مشكله. بعد كده عندي بيضه، قلنا ملح وفلفل اسود، ممكن بهارات لحمه ماشي، وملح مش كتير قوي عشان ما نبوظ الخلطه بتاعتنا. البقسماط برده بنحط عليه فلفل اسود وملح بالمره يعني. بعد كده هحط عليهم اللحمه المفرومه وابتدي بقى عجنها كويس قوي، عجنه محترمه كده. وكل ما كانت اللحمه ساقعه كل ما ده هيريحك ويسهل لك تشكيلها ككفته او كاي نوع من انواع الكفته بقى، مدوره، صوابع، الكلام ده كله. خلاص كده عملنا الكفته بتاعتنا، وادي رشه الملح والفلفل، نقلبها كده عشان ايه ما تبوظناش الطعم. بعد كده اروح على الكفته واقلب بقى تقليبه حلوه كده عشان كل الكلام ده يدخل في بعضه. بايديا كده من على الوش، والبيضه هنا والنشا. حد يقول لي في حد بيحط بيض على اللحمه المفرومه؟ اه بنحط البيض على اللحمه المفرومه عشان لما نعمل الشكل او الرول يفضل سليم، ولما ينزل الزيت ما يقطعش مني حتى لو كانت اللحمه سمينه، او لو اللحمه مش سمينه برده ان انا اشكل شكل دايره كامله كوره كده على البيضه المسلوقه. طبيعي لما انزلها الزيت مجرد ما الدهون تفك او تنزل الزيت تعرض لحراره هتلاقيها اتقطعت معايا، وانا عايز اعمل حاجه يبقى شكلها كامل كده، تبقى عامله زي الكوره بالظبط. وافتح بقى الاقي طبقه بقسماط، الاقي طبقه لحمه، الاقي طبقه بيض ابيض بيض يعني، بعد كده الاقي الصفار. الموضوع حلو قوي. قلبنا كويس، بعد كده هاخد البيضه المسلوقه واخد كوره من الكفته دي واقوم عاملها شبه الكبيبه كده عشان تسهل عليا، واقوم حاطط البيضه في النص وارجع بقى ايه اقوم مقفلها بالشكل ده كده. وبعد ما تقفل معايا كويس، فاكرين بقى ميه البصل اللي احنا عملناها في الاول، هنرش عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح، واقوم بالي الايديا كده في الميه دي، هتخلي بقى الطعم بتاع الكفته من بره فظيع. واقوم عاملها كده، وادي كده اول عين كتكوت عملناها. تاني بقى عشان موضوع عين الكتكوت ده انا عارف هيعجب ناس كتير، اهو ادي البيضه المسلوقه، وادي والبيضه مسلوقه اكيد يعني. بعد كده باخد كرة اللحمة واقوم عاجنها كويس تاني كده عشان اطلع منها الهواء اللي فيها. بعد كده بايديا بقوم قاعد مفتح فيها هنا. بعد كده باخد البيضة المسلوقة، والبيض هنسلقه لمدة 10 دقايق بس في مية، والمية هنحط عليها ملح او خل عشان يتقشر بسرعة وما ايه ما نبوظش البيض. بعد كده بقوم حاطط ده في المية واقوم داهن قطعة الكفته دي كده من بره، ما اعملش الكفته كبيره قوي، وبروح بعد كده على الخطوه الثانيه. خليني هعمل دول واحطهم في الثلاجه لمده نص ساعه، وبعد كده نرجع نكمل الخطوه اللي بعد كده. دخلنا كده كور اللحمه بعد ما عملناها الثلاجه لمده نص ساعه. بعد كده عندي دقيق، بيض، بقسماط، ودي الخطوه الثانيه. ادي كده البيض اخر حاجه هعملها، ومقلبه تقليبه حلوه. بعد كده بقى هنعمل ناخد الكوره دي تنزل في الدقيق، بعد ما تنزل في الدقيق تتنفط كده منه كويس، تنزل في البيض. بعد كده اخد واحده تانية نفس الموضوع،
دقيق وانفض من البيض من الدقيق كويس. بعد كده اقوم رايح على البيض واقلبها بقى هنا كويس على البيض، وممكن البيض اضيف له لبن لو انا مثلا عندي بيضه واحده او اتنين والموضوع فيه بيض كتير، فممكن نحط لبن مع بيضه واحده ونكمل الخطوات دي. بعد كده طلع من البيض وادهن كده شويه عشان لو في دقيق كتير ما يبعدش عنه البيض، وبعد كده لما اروح على البقسماط يبقى كده تمام. انا ايه هتمسك في فيه البانيه من كل ناحيه. بعد كده بقى نغير الكلام ده عشان تقليبه البانيه واحنا كلنا ايدينا بيض هنضيع نص البانيه ده وخساره يعني. اقلب بقى كده وبعد كده اقوم شايلها. شايفها مثلا ما شالتش البقسماط اللي في خيالي، عايزها تشيل اكتر او تبقى اكبر اكتر، او منزلها فين بالبقسماط كده في البيض تاني واقوم رافعها رايح بيها على البانيه واقوم رشش بقى بقسماط. والمفروض ان اي حاجه بانيه احنا بنعملها بندخلها الثلاجه نص ساعه تاني بعد ما تتبنى عشان البقسماط يمسك فيها، ومهما نزلها في الزيت البقسماط ما يفكش. بس طبعا الحركه ان احنا بنعمل دبل للحشوه الخارجيه كده او الطبقه الخارجيه من البقسماط بيكون صعب قوي ان البقسماط بتاعي يقع مني. بعد كده بقى ايه نشيل الجوانتيات دي خالص وهنروح على زيت يعني هنقول درجة الحرارة بتاعته فوق المتوسطة بشوية، وناخد بقى كور عين الكتكوت بسم الله على الزيت. نسوي دول ونكمل الباقي، شوية بقى بطاطس، شوية شيبسي، شوية كاتشب، الحاجات دي بتنشط الأطفال إن هم ياكلوا على ما تكون نحطهم جنب الأكل على ما الكفتة بتاعتنا تستوي. طب أنا عملت طبقة الكفتة تخينة قوي وحسيت إن هي ما استوتش، أقوم واخدها مدخلها الفرن شوية، بس أنا طبعًا مرقق طبقة الكفتة شوية عشان تستوي كفاية من الزيت، والبيض كده كده مستوي. هنستنى 5 دقايق ونرجع نقدمها مع بعض. على هادي كده سوينا عين الكتكوت. وادي كده نطلعها بقى من الزيت، وادي كده فكره الكفته بالبيض. الموضوع بسيط قوي، هنسيبها بقى تصفي الزيت، وادي كده شكل الكفته قلبها من بره البانيه، وبعد كده البيض البياض البيض والصفار. الموضوع حلو قوي. محتاجين بقى عشان البيض اللي جوه ده شويه فلفل اسود كده على كل اللي متكسر ده، مع شويه ملح، وبكده عملنا عين الكتكوت، اكله كده من الاكلات اللي هتشجع ولادنا ان هم ياكلوا ايه، وياكلوا لحمه وياكلوا بيض وياكلوا بطاطس بقى او مكرونه او ايا كان اللي هيتقدم جنبها. وبكده خلاص خلصت الوصفه بتاعتنا.